هلو ايفريون، هاو ار يو؟ يا رب تكونوا كويسين حبايبي طلاب جريد 4. النهارده باذن الله هنكمل مع بعض يونت 7، كان اسمه This is where I live. كنا شرحنا قبل كده لازم 1 و 2، وهتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. فضلا انزلوا اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بقى نبدا فيديو النهارده. عندنا النهارده lesson 3، listen and repeat. في هنا فوكاب جديده، curious. curious يعني فضولي او محب للاستطلاع. street. street شارع. visitors. visitors زوار. grandpa. grandpa جد. يبقى تاني curious. curious street. street visitors. visitors grandpa. grandpa quiet. quiet هادئ. right. right يمين، وهنا الجي والاتش سايلنت. عكسها left. left يسار. grass. grass عشب. truck. truck شاحنة أو عربية نقل. closey of memnon. closey of memnon ده تمثال، تمام. road. road طريق. space. space مساحة أو فضاء. metal box. metal box صندوق معدن. digging. digging حفر، يعني كلمة dig معناها يحفر. memory. memory ذاكرة أو ذكرى. عندنا هنا تصريف الأفعال. احنا قلنا الأفعال قبل كده نوعين، regular verb و irregular verb، يعني فعل منتظم وفعل غير منتظم. فعل منتظم قلنا بنحط له دي او اي دي او اي اي دي علشان نجيب الماضي بتاعه، لكن الفعل الغير منتظم شكل الفعل بيتغير، تمام. طيب تعالوا مع بعض نشوف. cross. cross يعبر. crossed. crossed wander. wander يتساءل. wandered. wandered pull. pull يسحب. pulled. pulled bury. bury يدفن. buried. buried walk. walk يسير، وهنا ال دي silent. walked. walked jump. jump jumped. jumped start. start يبدأ. started. started عندنا بقى دول حفظ أفعال غير منتظمة. is و are الماضي بتاعهم was where. is و are معناهم ايه؟ يكون. have و has يملك أو عنده أو لديه أو يتناول، الماضي بتاعهم had. sit يجلس. sat جلسة. feel. feel يشعر. felt. felt find. find يجد. found. found وجد. no هنا الكي سايلنت. no يعرف. new. new buy. buy يشتري. bought. bought وهنا الجي والاتش سايلنت. نكمل. important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة. grow up. grow up ينمو أو يكبر. lots of visitors. lots of visitors الكثير من الزوار. from all around the world. from all around the world يعني من جميع أنحاء العالم. كنا قلنا قبل كده الـ A لما بيجي بعدها دبل L بننطقها O، فهنا دي اسمها إيه؟ all. all look at the ground. look at the ground معناها ينظر إلى الأرض. walk to. walk to يسير إلى أو يمشي إلى، اللي هنا قلنا silent. pull out. pull out يسحب للخارج. sit down. sit down يجلس. inside the box. inside the box بداخل الصندوق. had a big smile on his face. had يعني كان لديه. a big smile ابتسامة كبيرة. on his face يعني على وجهه.
تعالوا بقى هنا نكمل. في هنا أسئلة. question number one, look and complete the words. number one دي كلمة ايه؟ كلمة street يعني شارع. ده طريق road. عشب grass grass. question number two, look and write the words. دي كلمة ايه؟ بوكس. بوكس يعني صندوق. هنا يمين right. طب عكسها ايه؟ مين فاكر؟ left يعني شمال او يسار. number three, دول صورة زوار. كلمة ايه؟ visitors. number four, grandpa يعني جد. عندنا هنا story reading, look, listen and read. grandpa and his books of memories. كلمة memories معناها ذكريات. تمام؟ فهنا العنوان بيقول ايه؟ الجد وصندوق ذكرياته. تعالوا بقى نقرأ مع بعض. look, this was my street. grandpa was very excited. اللي هو الجد بيقول ايه؟ بيقول انظر ده كان الشارع اللي أنا ساكن فيه. We were in the village where he grew up. يعني هنا بيقول إحنا كنا، هو في حد بيحكي وبيقول إحنا كنا في الفيلج اللي هي القرية اللي إيه هو كبر فيها أو هو نما فيها. It is near the colossi of Memnon. يبقى هي كانت إيه؟ جنب التمثال اللي اسمه إيه؟ colossi. تمام؟ It was very quiet. يبقى هي كانت ايه؟ هادية جدا. هو بيتكلم على القرية ان هي كانت هادية جدا. When I lived here. يعني كانت هادية جدا لما انا كنت ايه؟ عايش هنا. Said grandpa. يبقى الجد هو اللي قال الكلام ده. Now. الآن. يبقى كلمة now معناها ايه؟ دلوقتي. الآن. There are lots of visitors from all around the world. يعني بيقول لكن دلوقتي في الكثير من الزوار جايين من ايه؟ من انحاء العالم. That's where my friend lived. يعني هنا بيقول صاحبي كان عايش هنا. We played football on this street. يعني احنا لعبنا كرة القدم في الشارع ده. تمام؟ There were no cars then. يعني ما كانش فيه عربيات خالص. Grandpa looked right and left. يعني بص يمين وبص شمال. And he crossed the road. وعمل ايه؟ وعدى الشارع. The road had. يعني كان فيه lots of trucks and cars. يبقى كان فيه عربيات نقل او شاحنات وايه؟ وعربيات. And this he said. هو قال is where I lived. We looked at the space. يعني هو بص على الساحة او اللي هو المكان اللي فاضي. There was no house. يعني ايه؟ ما كانش فيه اي بيت. There was only grass and one big tree. يبقى كان فيه فقط اعشاب وشجرة ايه؟ شجرة كبيرة. I wonder. كلمة wonder قلنا ايه؟ معناها يتساءل. It was so many years ago. يعني الكلام ده منذ ايه؟ سنين كثيرة. يعني من سنين كثير. Grandpa looked at the tree. يعني عمل ايه؟ بص للشجرة. Grandpa walked to the tree. وعمل ايه؟ ومشي ناحيتها. تمام؟ تعالوا نكمل نشوف ايه اللي حصل. هنا بيقول he looked at the ground. عمل ايه؟ بص للارض. then ثم he started digging. يعني هو بدأ ايه؟ يحفر. he pulled out an old metal box. وعمل ايه تاني؟ وشال بوكس معدن قديم. He had a big smile on his face. يبقى هو كان على وشه ابتسامة ايه؟ ابتسامة كبيرة. Look, انظر. He said. هو قال. He was very excited. هو كان متحمس جدا. We were 8 years old when we bird this. يبقى بيقول عدى 8 سنين لما احنا عملنا ايه؟ دفننا الصندوق ده والبوكس ده. Let's sit down and look inside the box. يعني بيقول له يلا نقعد ونعمل ايه؟ نبص داخل البوكس. Yes please. I said I am very curious.
يبقى انا كنت ايه؟ فضولي جدا. عندنا بقى الجزء الجرامر بيتكلم عن زمن الماضي البسيط، the past simple tense. past simple tense هو يعني ايه ماضي؟ يعني انا مثلا بقول امبارح انا اكلت مثلا باستا، امبارح اكلت مكرونه، ده معناه ان دي حاجه حصلت وانتهت في ايه؟ في الماضي. تمام، هو ده زمن الماضي البسيط، هو عباره عن شيء حدث في الماضي وانتهى. تمام، يبقى اليوسج بتاعته او الاستخدام بتاعه to talk about something that happened in the past، للتحدث عن شيء حدث في الماضي وانتهى. تمام، طيب تكوينه ايه او شكله بيكون عامل ازاي او ازاي اقول ان ده ماضي بسيط؟ كل الحكاية ان انا بجيب الفعل في التصريف التاني. شفتوا الافعال اللي احنا بنحفظها؟ مثلا كلمة play، علشان اقول كلمة play يعني يلعب، علشان اقول هو خلاص لعب وخلص لعب اقول ايه؟ played. انا عندي نوعين من الافعال، افعال منتظمة وافعال غير منتظمة. طيب فعل play ده ايه؟ ده فعل منتظم، انا حطيت له ايدي. طيب تعالوا نشوف مثلا حاجة غير منتظمة، مثلا عندنا go يعني يذهب، الماضي بتاعها كلمة went ذهب. تمام، طيب تعالوا مثلا نقول انا لعبت كرة قدم، اقول كده ازاي؟ I، يبقى اول حاجة حط الفاعل انا I، وبعد كده حط الفعل في الماضي I played football، بس كده. طيب تعالوا نشوف بقى هنا كاتبين ايه. regular verbs الافعال المنتظمة، with most verbs the past tense is formed by adding ed, d or ied. بيقولك ان احنا بنحول معظم الافعال في زمن الماضي البسيط باضافة d او ed او ied. طيب تمام جدا، ده نفس الكلام اللي احنا ايه لسه قايلينه. هنا حاطط example we played، we معناها ايه؟ نحن played لعبنا وخلصنا لعب football in this park last week. last week دي معناها الاسبوع اللي فات او الاسبوع الماضي، ودي بتدل على ايه؟ زمن الماضي. اول ما اشوفها اعرف انا دلوقتي بتكلم في زمن الماضي البسيط. طيب تاني حاجة عندنا الافعال غير المنتظمة، وقلنا دي تحفظ كما هي. there are some irregular verbs that are learned as they are. يعني بيقول ان في بعض الافعال غير المنتظمة وتحفظ كما هي، زي مثلا go went see saw do did run ran. go يعني يذهب، see يرى، do يفعل، run يجري. تمام، تعالوا نشوف الاكزامبل اللي هو كاتبه. we went نحن ذهبنا، يبقى هو حط الفاعل الاول وبعد كده الفعل في الماضي. we went to the village 3 days ago. كلمة ago معناها منذ، ودي من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط. عندنا بقى كلمات دالة على الزمن ده، اول ما اشوفها اعرف ان انا بتكلم على ايه؟ الباست سيمبل تنس. طبعا لازم دول ايه نحفظهم. yesterday امس امبارح، اقول مثلا ايه؟ yesterday I went to the park، انا روحت الحديقة. وهنا فترة زمنية وبعد كده ايه؟ ago، زي ما فوق قال 3 days ago يعني منذ 3 ايام، يبقى اي فترة زمنية وبعدها ago اعرف ان ده الماضي البسيط. last واي حاجة بعدها، last week، last month، last day، last year، last مثلا Saturday يوم السبت اللي فات، last Monday، وهكذا. verb to be in the present and past simple. ايه هو verb to be؟ am و is و are. اول حاجة هنا بيقول affirmative statements يعني في الجمل الخبرية. طبعا احنا عارفين ان في المضارع اللي هو present I بتاخد am، تمام، يعني انا اكون. he و she و it بيحبوا اي حاجة فيها is، فطبعا هياخدوا ايه؟ هياخدوا is. we you they بياخدوا are. we يعني نحن، you انت او انتم، they هما، هياخدوا ايه؟ هياخدوا are. تمام، يبقى I am،
هي وشي وات از، وي يو ذي بياخدوا ار، وده الاختصار بتاعهم. هنا بنشيل الاي ونحط ابوستروفي، اي ونحط ابوستروفي، وهنا برضو الاي ونحط ابوستروفي. تمام. طب بقى لو في الماضي اي وهي وشي وات بياخدوا واز، وي ويو ذي بياخدوا وير، يبقى واز وير معناهم ايه؟ كان. تمام. طيب هنا في اكزامبل بيقول grandpa's village يعني قرية جدي was very quiet in the past، كانت ايه؟ كانت هادية جدا في الماضي. now الان there are a lot of visitors يعني دلوقتي يوجد العديد من الزائرين. طيب عندنا تالت حاجة هنا صيغة الاستفهام. لو عايزة اسأل بهل، طبعا احنا عارفين ان اي سؤال بيقول هل لازم اقول يا اما اه يا اما لا. مثلا بقول لك هل انت اكلت، لازم هترد يا اما يس يا اما نو. طيب ازاي بقى اعمل صيغة السؤال؟ عند تكوين السؤال بمعنى هل في زمن الماضي البسيط لازم نستخدم did. did معناها ايه؟ هل في الماضي. تمام. وبعد كده اجيب الفاعل اللي هو I, he, she, it, you, we, they، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها فاعل اللي هو السبجكت. وبعد كده اجيب الفعل في المصدر. الحتة بقى دي مهمة جدا، مدام شفت did في السؤال لازم احط الفعل في المصدر. يعني ايه في المصدر؟ بدون اي اضافات. تمام. بعد كده احط باقي السؤال عادي جدا. لو عايزة بقى اجاوب على السؤال هجاوب يا اما yes وبعد كده احط الفاعل، يا اما no. مثلا لو انا عايزة اقول ايوة يبقى مثلا yes I did. طب لو no، no I didn't، يبقى في النفي لازم احط ايه؟ not. تمام. هنا في example بيقول did you do your homework؟ هل انت عملت الواجب بتاعك؟ لو ايوة انا عملت هقول ايه؟ yes I did. طب لو no، no I didn't. هنا بيقول لاحظ ان عند السؤال بهل باستخدام did يكون الفعل في المصدر infinitive. تمام. هنا بقى لو هسأل في الماضي بس معايا اداة استفهام، مثلا what، where، why، كل الحاجات دي، طيب هعمل ايه؟ اول حاجة هحط أداة الاستفهام عندي، وبعد كده لازم احط حاجة بتدل على الماضي، يبقى فعل المساعد اللي هو ايه؟ did. وبعد كده احط الفاعل وبرده الفعل في المصدر. هنا مثلا بيقول what did you get up today، what did you get up today، فرد قال I got up at 6 o'clock. تمام. يبقى انا استيقظت الساعة ايه؟ الساعة 6. عندنا هنا كويز بسيط. question number 1 read and choose the correct answer. number 1 they معناها ايه؟ هما. نقط TV last night، كلمة night معناها ليلة، last night اللي هو ايه؟ الليلة اللي فاتت، فده بيعبر عن الماضي، يبقى لازم اجيب الفعل في ايه؟ في الماضي. هتكون watching، watched، watch، هي هتكون watched، يبقى هم اتفرجوا على التلفزيون الليلة اللي فاتت. تمام. number 2 سلمى نقط English this morning، في هذا الصباح، study بتذاكر يعني study، studying studied، هي هتكون studied، يبقى هي ذاكرت مثلا الصبح، يبقى ده ايه؟ ده ماضي. number 3 my mom مامتي نقط some vegetables last Sunday، برضو بيدل على الماضي، هتكون ايه؟ cooked، cooking، cooks، هتكون cooked، يبقى ماما طبخت بعض الخضروات. number 4 yesterday امبارح I نقط really good weekend has had have، مادام شفت yesterday يبقى لازم اجيب الفعل في ايه؟ في الماضي، يبقى I had، يبقى أنا قضيت really good weekend، weekend إيه؟ كان لطيف. number 5 she space to school yesterday امبارح، برضو بيدل على الماضي، يبقى she walked، هي مشيت المدرسة امبارح. number 6 now الآن grandpa not very old، هتكون is ولا was ولا where؟ هنا بيقول now الآن، ده مضارع،
هينفع was؟ لا. هينفع where؟ لا. ده معناه ايه؟ كان. يبقى is grandpa is very old، يعني دلوقتي جدي كبير جدا. Number 7، how did he نقط when he found the box؟ مدام شفت did يبقى هجيب الفعل في ايه؟ في المصدر، اوعوا تنسوا. هتكون felt، شعر، feel، يشعر، ولا feels؟ احنا قلنا ايه؟ مدام شفنا did نحط الفعل في المصدر، يبقى feel، يشعر. Question number 2، write the past simple form of these verbs. عايزين نجيب الماضي بتاع الكلمات دي. تمام، احنا قلنا طبعا ان هي حفظ. كلمة bury يعني يدفن هتكون buried، دفن. travel، traveled. وضاعف حرف ال L. تمام، pull يسحب هتكون pulled. have قلنا have و has الماضي بتاعهم كلمة had. look ينظر looked. is يكون هتكون was. كان. grow ينمو هتبقى grew، نما. are هتكون where. talk talked يعني تحدث. كده lesson 3 خلص، وده general exercise اللي احنا اخدناه. question number 1، read and match A with B. تعالوا نقرأ. number 1 بيقول how did he feel، يعني كيف هو شعر، هتكون بإيه؟ هنوصلها بإيه. when he saw his old street، يبقى هو كيف شعر لما شاف، او هو حس بايه لما شاف الشارع القديم بتاعه، يبقى دي نمبر 1. نمبر 2، the road had، يعني الشارع كان فيه ايه؟ احنا قلنا ان هو كان فيه lots of trucks and cars، كان فيه عربيات وشاحنات كتيره. نمبر 3، we played، احنا لعبنا football on the street، احنا لعبنا كوره القدم في الشارع. Number 4، it was very quiet. يعني ايه it was very quiet؟ يعني انه كان ايه؟ هادي جدا. هنوصلها بسي، when grandpa lived in the village، يبقى هو كان هادي قوي لما كان الجد عايش هنا. Number 5، when did you get up today؟ هتكون I got up at 6 o'clock، يبقى دي number 5. نكمل الأسئلة. Question number 2، choose the correct answer from A, B or C. Number 1، he had a big نقط on his face. Space يعني فضاء ولا ساحة. Box صندوق. Smile ابتسامة، هي هتكون smile، يبقى هو كان فيه على وشه ابتسامة كبيرة. Number 2، there نقط no cars in the past. مدام قال in the past يبقى معناها في الماضي، يبقى هنا عايز يقول كان لا يوجد عربيات. cars دي معناها ايه؟ عربيات، دي جمع، يبقى هتكون where. number 3، he نقط a metal box under the ground. pulled يعني سحبة. buried دفن. crossed عبرة، هي هتكون ايه؟ دفن. he buried a metal box under the ground. number 4، we نقط the road together. crossed يعني عبرة. started بدأ. looked نظرة، هي هتكون crossed، هم عدوا الشارع مع بعض. number 5، grandpa's village نقط very quiet in the past، يعني كانت عاملة ازاي في الماضي. is where was، هنا انا بتكلم على القرية. القرية دي ايه؟ غير عاقل ومفرد، يبقى it، وقلنا it بتاخد لما يكون في المضارع هتاخد is، لما تكون في الماضي هتاخد ايه؟ was. question number 3، reorder. تعالوا نرتب الكلمات دي علشان نكون جملة مفيدة. number 1، هو بيقول لنا نبدأ what، هنجيب بعدها الفعل المساعد did، وبعد كده الفاعل you، والفعل في المصدر اللي هو ايه؟ play، يبقى what
did you play games today؟ انت لعبت ايه النهاردة؟ Number two, that's where، يعني بيقول ده المكان اللي my friend lived، ده المكان اللي صاحبي كان عايش فيه. Question number four, read the passage. انا في السؤال بتاع القطعة ده بحب أقرأ الأول الأسئلة علشان أفهم هو عايز مني أي معلومات بالظبط، لأن القطعة كمان لما تكبروا شوية هيكون القطعة أكبر من كده وهتكون فيها معلومات كتير، فأنا علشان أبقى فاهمة هو عايز أي معلومة بالظبط لازم أكون عارفة هو بيسأل عن إيه. تعالوا الأول نقرأ الأسئلة. Number one بيقول My father planted a nut when he was a child. يبقى بابايا كان بيزرع إيه لما كان صغير؟ هنشوف دلوقتي. Number two, my father played لعب نقط with his friends. كان بيلعب ايه مع صديقه. Number three, how was the street in the past؟ يبقى الشارع كان عامل ازاي زمان. Number four, what did the father plant when he was young؟ زرع ايه لما كان صغير. تعالوا بقى نقرأ. هنا بيقول this is where my father's house was. يبقى بيقول هنا المكان ده اللي كان فيه ايه؟ بيت بابايا. The street was quiet. الشارع كان هادي in the past. طيب هنا كان بيسأل في number three بيقول how was the street in the past؟ هتكون ايه؟ The street، الشارع، ماله، was، كان، quiet in the past. يبقى كان هادي في الماضي، كان هو ايه؟ الشارع هادي جدا. طب تعالوا نكمل قراية. Now الآن there are lots of cars and trucks. لكن دلوقتي في عربيات كتيرة. My father بابايا and his friends played football. يبقى كانوا بيلعبوا ايه؟ كانوا بيلعبوا football. يبقى number two, my father played football with his friends. Now there isn't enough space. يبقى هما دلوقتي ما عندهمش ايه؟ ساحة كفاية. When my father was a child، لما كان طفل، he helped his friends to plant a small tree. يبقى هو كان بيزرع ايه؟ شجرة صغيرة. يبقى my father planted a tree. يبقى زرع ايه؟ زرع شجرة. On a side of the street. Now, الآن, the tree is very big and beautiful. It's very nice. هنا عندي برضو number four بيقول What did the father plant when he was young؟ لما كان صغير. احنا قلنا ان هو زرع ايه؟ A small tree. Question number five, read and complete. تعالوا الأول نقرأ الكلمات اللي فوق. Quiet، هادئ، village، قرية، trucks، شاحنات، sports اللي هي ايه؟ الرياضة. I was very excited yesterday. انا امبارح كنت متحمس جدا. We visited my parents' نقط. هتكون ايه؟ village. يبقى احنا زرنا القرية بتاعت بابا وماما. There were lots of trees and flowers. يبقى كان يوجد الكثير من الأشجار وإيه؟ والورود. The streets were نقط. الشوارع كانت إيه؟ كانت هادية. Quiet. There weren't lots of cars and trucks. شاحنات وإيه؟ وعربيات. Then ثم there was only grass and one big tree. يبقى كان فيه أعشاب كتير وكان إيه؟ في شجرة كبيرة واحدة. I played football there. يبقى أنا لعبت كرة القدم هناك. Write a paragraph of four sentences. عاوزين أربع جمل. الموضوع عن إيه؟ Your day. يومك. فأنا هنا جايب كلمات ممكن تساعدني. Get up. يستيقظ. Do homework. اللي هو يعمل الواجب. Way home. طريق البيت. Play games اللي هو يلعب ألعاب الجيمز.
طيب تعالوا بقى نشوف احنا هنكتب ايه دلوقتي. اول جملة ممكن اقول انا مثلا صحيت الساعة 7. I got up at 7 o'clock. تمام. طيب ممكن كمان اقول انا اشتريت اي حاجة مثلا من السوبر ماركت من طريقي للبيت. هقول كده ازاي؟ اقول I bought، انا اشتريت اللي هو الماضي بتاع كلمة buy، مثلا some cookies from the market on my way home. كلمة my way home اللي هو ايه؟ طريقي للبيت. بصوا هنقولهم مع بعض اورال، وبعد كده انتوا ايه تشوفوهم من كتاب من ورا علشان بس الفيديو ما يكونش طويل عليكم. كمان ممكن اقول تالت حاجة، ممكن اقول انا عملت الواجب بتاعي، I did my homework، بس كده. طيب ممكن كمان اقول انا لعبت فيديو جيمز مثلا مع صديقي، I played video games with my friend. Question number 7، البانكت ويت. احنا طبعا عارفين ان اول حرف لازم يكون كابيتال. What subjects did you study today؟ وده سؤال فهنحط في الاخر question mark. Number 2، grandpa looked at the tree. دي جملة عادية فهحط في الاخر full stop. Lesson 4 part 1. عندنا lesson 4 متقسم لتلات أجزاء. ده الجزء الأول، listen and repeat. عندنا هنا vocab، كلمة pleased، pleased بتساوي كلمة delighted، delighted هما الاتنين معناهم happy، يعني شخص مسرور. تمام. بس هما أقوى شوية من كلمة happy. يبقى pleased، pleased، delighted، delighted. الجي والاتش هنا silent. هول، هول فجوة أو ثقب، يعني ممكن تكون حفرة. تمام. كورنر، كورنر ركن أو زاوية. مايس، مايس فئران، ده الجمع بتاع كلمة ماوس. سيتي ماوس، سيتي ماوس فأر المدينة. كانتري ماوس، كانتري ماوس فأر الريف. تعالوا مع بعض تاني. pleased، pleased، delighted، delighted. hole، hole، corner، corner. mice، mice، city mouse، city mouse، country mouse، country mouse. عندنا هنا باقي الكلمات seeds، seeds بذور. كلمة seed معناها بذرة اللي احنا بنحطها في الأرض علشان مثلا تطلع زرع. تمام. يبقى كلمة seed بذرة، seeds بذور. pretty، pretty جميلة. ground، ground أرض. voice، voice صوت. reason، reason سبب أو مبرر. stars، stars نجوم. noise، noise ضوضاء دوشة يعني. scared، scared مفزوع أو خايف. life، life حياة. smoke، smoke دخان. smells، smells روائح. grass، grass حشائش. moral، moral مغزى أخلاقي. يبقى أنا مثلا كلمة مغزى معناها إن مثلا بحكي قصة أو كده، فارجع اقول لك ايه المغزى من القصه دي، يعني ايه الحاجه اللي انت استفدتها من الموضوع ده. تمام. regular verb stop، stop يقف. stopped، stopped. wait ينتظر، wait ينتظر. waited، waited. cover، cover يغطي. covered، covered. prepare، prepare يجهز او يستعد. prepared، prepared. give، give يعطي. give، give. catch، catch يلحق او يمسك. coat، coat الجي والاتش هنا silent. go، go يذهب. went، went. come، come يأتي. came، came. دول حفظ.
عندنا هنا important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر هامة. In the ground، in the ground في الأرض. Full of bright lights، هنا ال G وال H silent. Full of يعني مليء ب، bright lights كلمة bright اللي هي الأضواء، lights معناها منورة جامد يعني ساطعة. There's no reason to wait، there is no reason to wait يعني مفيش سبب للانتظار. It's time for، it's time for يعني حان الوقت لحاجة معينة. ممكن أقول مثلا it's time for breakfast يعني ده وقت الفطور. Incredibly loud، incredibly loud بصوت عالي بشكل لا يصدق. كلمة incredible معناها لا يصدق. Prepare for، prepare for يحضر لي. Around the corner، around the corner معناها حول الزاوية أو الركن. Go back، go back يعود أو يرجع. Where life is good for me، where life is good for me حيث الحياة جيدة بالنسبة لي. عندي هنا كويز بسيط. Number one، دي كلمة هول معناها حفرة أو فجوة. Number two، دي بذور اللي هي قلنا عليها seeds. فئران كلمة mice اللي هو قلنا عليها جمع كلمة mouse. Number four، stars يعني نجوم. عندنا هنا ستوري كده بسيطة بين فار من المدينة وفار من الريف. فار المدينة راح زيارة لفار الريف في حفرته في الأرض. تعالوا بقى نشوف الأحداث اللي حصلت. Look, listen and read. City mouse and country mouse، فار المدينة وفار الريف. The city mouse visited يعني الماضي بتاع كلمة visit اللي هو يزور، هو هنا اللي هو city mouse زار. The country mouse فين؟ In his hole in the ground يعني في حفرة في الأرض. تمام. The country mouse was pleased يعني كان مبسوط. احنا واخدين كلمة pleased يعني مسرور. He gave his friend يعني هو أعطى صديقه grass and seeds، اداله أعشاب وكمان بذور. The city mouse said يعني قال، ده الماضي بتاع كلمة say يقول. Thank you شكرا. You know انت عارف. The city is pretty يعني المدينة جميلة. And full of bright lights وكمان مليانة بالأضواء الساطعة. Why don't you come and see يعني بيقول له ليه انت ما تجيش معايا وتشوف. The city mouse was delighted and very excited يعني كان متحمس جدا وكمان كان ايه سعيد يعني مسرور. The city mouse stopped eating and said يعني وقف الأكل وقال. There's no reason to wait يعني مفيش سبب ان احنا نستنى. We can catch a train at 8 يعني احنا ممكن نلتحق بالقطار الساعة 8. The two friends ran to the train يعني جريوا، ده الماضي بتاع كلمة run يجري، يبقى هما جريوا على القطار. Just as it started to rain in the city، the smoke كلمة smoke يعني دخان. From the cars covered the stars يعني بيقولوا الدخان بتاع العربيات غطى النجوم. And the noise was incredibly loud يعني بيقول كمان كلمة noise معناها ضوضاء. الضوضاء كانت عالية قوي بطريقة لا تصدق. Country mouse was scared يعني هو كان خايف. He wasn't prepared for so many new sounds and smells يعني هو ما كانش مجهز نفسه ان هو هيسمع كل الاصوات دي وكمان يشم الروايح دي، لان هو جاي من الريف والريف طبعا ايه بيبقى هادي. Suddenly فجأة a cat's voice said، هم لقوا كمان ايه قطة. Two mice and some bread يعني بتقول في فارين وكمان شوية عيش. run 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 يعني هنا بيقول لصاحبه ايه يلا اجري اجري. said the city mouse يبقى city mouse قال لي اللي هو الكانتري ماوس بيقول له ايه يلا نجري. they ran around the corner يبقى هم جريوا
حوالين ايه الكورنر اللي هو الركن. The country mouse said اللي هو الكانتري ماوس قال thank you my friend شكرا صديقي. The city is exciting يعني بيقول المدينة مثيرة but لكن it's time for me يعني ده الوقت بتاعي to go back علشان ارجع to the country and back to where life is good for me يعني بيقول له ان هو عايز يرجع للحياة اللي هي ايه بالنسبة له جيدة. تمام. هنا المورال بتاع القصة ان كل شخص فينا بيفضل حاجة معينة. دول مع ان هما اصحاب والاتنين فران زي بعض لكن في واحد فيهم عايش في المدينة وواحد عايش في الريف. ده بيفضل المدينة والتاني بيفضل الريف. فكده الاشخاص مختلفين وبالتالي كل واحد فينا ليه حاجات معينة بيفضلها. تمام؟ طيب تعالوا بقى يلا نحل مع بعض الكويز ده. نمبر 1 بيقول Where did the country mouse live؟ يعني الكانتري ماوس عايش فين؟ كان في الكانتري. يبقى the country mouse lived in the country. هو عايش في الريف. Number 2 Did the country mouse like the city؟ هل هو حب المدينة؟ هو حبها. يبقى yes he did. Number 3 Who visited the country mouse؟ مين اللي زار الكانتري ماوس؟ city mouse. يبقى the city mouse. Number 4 Where did the city mouse visit the country mouse؟ زاره فين؟ In his hole in the ground يعني في حفرة في الأرض. Number 5 Why was the country mouse scared؟ كان خايف من إيه؟ Because he wasn't prepared for many new sounds and smells لأن هو ما كانش محضر نفسه لكل الحاجات الجديدة دي. عندنا هنا صيغة الجمع الغير منتظم. احنا عارفين ان علشان نجمع اي كلمة بنحط لها اس. مثلا كلمة cat قطة هتكون ايه؟ cats. تمام؟ pen قلم هتبقى pens وهكذا. طيب لما يكون بقى عندنا جمع غير منتظم شكل الكلمة بيتغير. هنا بيقول There are many irregular plural nouns that are learned as they are يعني في أسماء جمع غير منتظمة تحفظ كما هي. عندنا كلمة mouse فأر mice child children foot قدم feet أقدام feet tooth سنة واحدة teeth أسنان. تمام؟ يبقى mouse mice foot feet child children tooth teeth read and learn. أمورال احنا قلنا المورال اللي هو ايه؟ المغزى بتاع القصة. يكون is the value يعني القيمة you learn from a story you read or from a situation in life يعني بيقول القيمة التي تتعلمها من قصة تقرأها أو من موقف حصل ايه في الحياة عموما يعني الحاجة اللي انت استفدتها من الموضوع اللي قرأته. تمام؟ طيب هنا عندنا there are three stages of the story يعني يوجد ثلاث مراحل للقصة. Number 1 beginning البداية. Number 2 middle منتصف. Number 3 end اللي هي النهاية. Number 1 بيقول the city mouse visited the country mouse يعني for المدينة عمل ايه؟ زار country mouse. Number 2 the two mice caught the train يعني ركبوا القطر. Number 3 end اللي هي النهاية. The country mouse went back to يعني رجع where life is good for him يعني رجع للحياة اللي هي ايه المفضلة بتاعته. كده الجزء الاول من lesson 4 خلص وده general exercise على اللي احنا اخدناه. Question number 1 choose the correct answer from A, B or C. Number 1 the city is very noisy. The sounds are incredibly loud. Quiet هادية. Noisy يعني ضوضاء. Slow بطيئة. هي كانت ايه؟ كانت ضوضاء. يبقى the city is very noisy. Number 2 we can space a train at 8. Catch يلتحق. Go يذهب.
run يجري، احنا واخدينها ايه catch a train يعني يلحقوا القطار. number 3 the mice live in نقط، hotels فنادق، schools مدارس، holes اللي هي ايه الحفر. number 4 the نقط from the cars covered the stores، voice اللي هو صوت، rain مطر، smoke دخان، هتكون smoke. بيقول هنا the smoke اللي هو الدخان from the cars من العربيات، covered غطى the stars النجوم. number 5 the country mouse نقط back to where life is good for him went so allowed، كلمة allowed يعني سمح، so رأى، went ذهب، أو كلمة go back على بعضها يرجع، الماضي بتاعها went back. question number 2 read and complete، نقرأ الكلمات الأول، bright smoke city exciting. in the city في المدينة the noise was incredibly loud، there was a lot of نقط in the air، كان في ايه في الهواء، smoke دخان. the city is pretty and full of نقط lights، احنا واخدينها ايه bright lights يعني اضواء ساطعة. it was very نقط but it's also noisy، هتكون ايه exciting يعني هي مثيرة جدا لكن برضو ايه دوشة. city life is fast يعني الحياة في المدينة سريعة، I like the country life، أنا بحب ال country life اللي هي حياة الريف. تمام، عندنا هنا question number 3 match، هنوصل. number 1 بيقول life in the country يعني الحياة في الريف، هنوصلها بإي is good for me يعني جيدة بالنسبة لي. number 2 the city is اللي هي المدينة تكون، هنوصلها ببي noisy. number 3 did the country mouse يعني هل ال country mouse عمل ايه بقى، like the city هل حب المدينة، يبقى دي number 3. number 4 they ran around، هم جريوا حوالين ايه the corner، يبقى دي number 4. number 5 a moral is the value you learn from a story you read، يعني القيمة اللي انت تعلمتها من الحاجة اللي بتقرأها. question number 4 reorder، تعالوا نرتب الكلمات دي علشان نكون جملة مفيدة. number 1 we نحن، ده فاعل هيجي بعده فعل، يبقى we can catch a train at 8، يبقى احنا ممكن نلحق القطار الساعة 8. number 2 mice الفران مالهم live بيعيشوا under the ground بيعيشوا تحت الأرض. number 3 why did the mice have to run away، يعني لماذا كان يجب أن الفران إن هم يجروا. تمام، ده لما لقوا القطة كانت عايزة تاكلهم. question number 5 write a paragraph، ده هنلاقيه في نهاية الكتاب علشان بس الفيديو ما يكونش طويل عليكم. question number 6 banquet wait different people like different things، دي جملة عادية فهنحط في الآخر فلسطوب. part 2 من lesson 4 عندنا هنا phonics listen and repeat rain rain مطر wait wait ينتظر train train قطار 8 8 رقم 8 gave gave يعطي، دول كلهم بيدوا sound EI. تمام،
سي يرى إيت يأكل مي ده ضمير متكلم مفعول مباشر سيد بذرة pleased مسرور دول كلهم بيدوا ساوند الاي مايس فئران ماي ملكي excited متحمس light مصباح او ضوء time وقت bright لامع delighted مسرور دول كلهم بيدوا ساوند اي نو لا go يذهب no يعرف الك هنا silent دي معناها يعرف لكن دي لا هما نفس النطق لكن الكتابة طبعا مختلفة عندنا هنا كويز بسيط look and write number one rain يعني مطرة mice فران number three light يعني نور number four see يرى كده الجزء التاني خلص وده general exercise عليه تمام question number one read and circle the long vowel sounds تعالوا نشوف number one wait كلمة wait فيها ايه long vowel there's a train at 8 يبقى كلمة train وكلمة 8 فيهم long vowel sounds number 2 everything كل شيء happens بيحصل for a reason كلمة reason يعني سبب كل شيء بيحصل لسبب كلمة reason برضو فيها long vowel sounds number 3 the children are so full of life كلمة life number 4 we have 3 lights in this room برضو كلمة lights فيها long vowel sounds question number 2 read and choose the correct answer number 1 which word يعني أي كلمة has the same vowel sounds as no يعني أي كلمة من الكلمات دي فيها نفس الصوت تمام تعالوا نقرأهم wait man go هي go no go number 2 which word has the same vowel sounds as seed هتكون eat mice هي هتكون eat number 3 what long vowel sound do you hear in see كلمة see فيها long vowel sound ايه هو long e see question number 3 read and match number 1 mice فيها sound ai gave ei eat train سي استنوا الفيديو جاي ان شاء الله هنكمل بقية اليونت وهنحل مع بعض كمان التست اللي جاي في الكتاب ذاكروا كويس واللي عنده اي سؤال يكتب لي في الكومنتس وباذن الله هرد عليه وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده اتمنى يكون عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه باي باي